الله سعد أوقاتكم زملائي. أنا دكتور محمد حزوري ودعا قناة الدويتش فور ميديزينر. اليوم نحكي بقسم الانفكتسيون فبريلة بوركسي، يعني ما في حرارة. أوني فيبا بروسيلا، معروف البروسيلا هي نوع من البكتيريا. بكتيريوم في وازاخت بروسيلوزة، تعمل ده البروسيلات أو المالطية بسموها. ديفتريا بكتيريا تصيب البلعوم. في مراجع بتقول اسمها ديفتري بالدويتش نفسها، او شفيغن انتسندونجن ديسراخنز. فروازوما منينجو انسيفاليتس، فروازوما منينجو انسيفاليتس. هيرنهاوت Beziehungsweise Gehirnentzündung durch FSME virus، يعني هو التهاب بجيب الصيف عادة، التهاب بالدماغ أو السحايا أو مع بعضهم من خلال فيروس FSME. غونوغو سيلان البني. تريبر انفكتيوز معدي. انشتكند انفلاماتسيون التهابي او التهاب. انسندونغ انفلونزا سارس غريبه انتوكسيكاتسيون تسمم. انتوكسيكاتسيون فيرغيفتونغ كونتاميناتسيون فيرشموتزونغ كونتاميناتسيون فيرشموتزونغ اتساخ أو تلوث. فاشموتزونغ لبرا الجذام. ميزلزوخت ملاريا زومب فيبا حمى المستنقعات. ملاريا انديمي جيبيت منطقة موبوءة بالملاريا. اين ريجيون in der Malaria auftritt، منطقة حدثت فيها الملاريا. ملازي تعب. مودشكايت موربيلي
ما زال حصبة. مومبس باروتيتس إبيديميكا النكاف. مومبس مومبس أو تسيجن بيتا تسيجن بيتا. موكوزة داء الفطريات موكوزة. بيلتس إركرانكونج بيلتس إركرانكونج. بيرتوسيس سؤال ديكي بيرتوسيس. كويش هوستن دير كويش هوستن. بوليوموليتس بوليوموليتس. شلل الأطفال كنداليمونج كنداليمونج. رابيس 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 الكلب. تولفوت لوسا تولفوت أو لوسا. ريسيستنس مقاومة ريسيستنس. زيش فيدا سيتزن زيش فيدا سيتزن. روبيلا روبيولا. غوتل حسب ألمانية غوتل. سكابيز سكابيز الجرب. كريتسي دي كريتسي. سكارلاتينا أو سكارليت فيبا سكارلاتينا أو سكارليت فيبا. شرلخ دير شرلخ الحمى القرمزية. سوفيلس زوفيلس أو سمو السفلس. لويس أو مازل زخت مرض الزهري. مرض متعلق بالجنس أو الأعضاء الجنسية. لويس أو مازل زخت. تيتانوس قزاز تيتانوس. فوندشتار كرامب فوندشتار كرامب. توباكولوزة توباركولوزة تي بي السل. شفيند زخت دي شفيند زخت. تولا ريمي تولا ريمي هي نوع من البكتيريا تعمل داء بسموه حمى القوارض. التولاريمية. هازن بيست هازن بيست. أولكوس مولة أولكوس مولة القرحة الرخوة. فايشا شنكا فايشا شنكا. فارد سلن فارد سلن. جدر الماء. فيند بوكن فيند بوكن. سيتو توكسيش سيتو توكسيش. سام للخلايا. ديت سلة شادي جند ديت سلة شادي جند. لون بيخلص قسم الانفكسيونن. زملائي الأعزاء هذا القسم أصيل كتير الانفكسيونن تقريبا هذا هو المطلوب بالفخش براخ بروفونغ. بتمنى لكم التوفيق.
ولا تنسوا دعم القناة اشتراك وشير وتعليقات. أي سؤال أو تصويب أو تصحيح لبعض الكلمات أو الجمل أو إضافة للجمل يا ريت تكتبوا إياها في التعليقات عشان أنا أستفيد وغيرنا يستفيد. موفقين يا رب وسلامات.